السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على نقولوا كيفاش نقولوا الأندية اللي تشيها الحجر الصحي، أندية اللي تشيها الحجر الصحي. شلنا اليوم كيفاش من 25 نادي من أصل 32 نادي، وين ولايات تاعهم فيها تمديد حجر الصحي فيها. يعني نقولوا بلي مازال البطولة متوقفة، وأنا واحد من الناس ماذا بيا البطولة ما تلعبش. في طوع الوزير يخدم في غرزه، في طوع العدالة تخدم في غرزها. أنا نقولكم في طوع العدالة والوزير يخدم في غرضه، وكلنا الوزير مع السيد سيد علي الخالدي، هذه باش يكون على بالكم. وين من كاين 25 نادي من اصل 32 في القسم الاول والقسم الثاني، وين توشاها الحجر الصحي. هي نقولوا باللي الجمعيه ام البواقي، وهي جمعيه عين مليله، غيليزان سريع غيليزان، بالسكرة اتحاد بالسكرة، شلف جمعية شلف، سيدي بالعباس اتحاد بالعباس، مدية أولمبيك مدية، البليدة أمل الأربعاء، برج بوعريريج الأهلي البرج، قسنطينة شباب قسنطينة، وهران جمعية وهران ومولودية وهران وأولمبيك أرزيو، سطيف وفاق سطيف مولودية العلمة، بجاية شبيبة بجاية مولودية بجاية، المسيلة نجم مقرى أمل بوسعادة، عنابة اتحاد عنابة، بشار شبيبة الثورة، الجزائر العاصمة مولودية الجزائر اتحاد الجزائر، نصر حسن داي الباطمة شباب بالوزداد. ني والحراس عليك حنا. المهم نقولوا بلي هذا الحجر الصحي وين يزيد يمدد في توقف البطولة الجزائرية، وأنا واحد من الناس مع توقيف البطولة الجزائرية والله العظيم. خاطر على كاين الناس لما يحوسوا على البطولة تلعب من أجل سفيغس فونغ، من أجل سفيغس فونغ نوض لا باغار في كاش جيها، خاطر هذو قاع يخدموا مع لي بريزيدون، نوض لا باغار ما بين بريزيدون بريزيدون، ديروا لا باغار والناس لها في ديك لافير. أنا نقولكم باغي الناس يموتوا في الاستاد، نوض لا باغار باش ندخلكم الفيروس، نوض لا باغار، خلي الناس تموت وخلي قال الاعلام يروح مليها في الدوره ويك ما صايهضر. حنا الاعلام تاعنا هذا هو الاعلام مشري، الاعلام مشري. وماذا بكم يا جماعه قدامنا ندخلوا في اللب تاع الموضوع، ماذا بكم بارطاجو معنا، اعطونا لي كومونتير، كثر خيركم. الناس لو يبارطاجو كثر خيركم، الناس لو يكومونتو فانيك ما نساوش خيركم، وفانيك ما ننساوش الناس فانيك لو يديروا لنا لي جام، فانيك ربي يحفظكم. راكم معاونينا حنا بكم وانتم بينا، حنا بكم وانتم بينا، هذه هي. خاطش مكاش انتم حنا مكاش، هذه اللي نعرفها، كون مكاش انتم انا مكاش. اليوم وين شلنا كيفاش الحجر الصحي، وين في التوشه 25 نادي من جانب كيما نقولوا حنا في الناسيونال ان والناسيونال دو، يعني البطوله تبقى متوقفه، البطوله تبقى متوقفه، خاصه وين فانيك ما ننساوش وين الفيفا، فانيك تفرض على الفاف احترام قوانين الجزائر باش يكون على بالكم. هذا خبر نجيبو لكم وين الناس لهم يديروا تخويف من الاتحادية، يديروا تخويف للجمهورية الجزائرية، يعني مجرد مناورات فقط الناس لهم يديروا في التخويف. انا قلت لكم هذو يشكو نورمال خويا، هذو يشكو نورمال، هذو شناهم كيما راحوا لا سويس، راحوا فانيك زادوا، راحوا منا راحوا للفيفا، ناس راحوا الحرف الناطو وناس راحوا باش يوقفوا البولا باش يكون على بالكم. ايا سياسه التخويف مكاش عندنا حنايا في الجزائر، مكاش راهي الفيفا قالت لهم وين تفرض على زاتشي احترام قوانين الجزائريه. هذو بغاو هذو والفو يعبسوا على القوانين، يعني
القانون الجزائري فوق الجميع والعدالة فوق الجميع، باش يكون على بالكم يا جماعة، باش يكون على بالكم. هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة المرة، هذه ما عندكم وين تروحوا عليها، ما عندكم وين تهربوا عليها. هذا الصح، هذا هو الصح. حيت كاين بزاف ناس يقول لك لا وكم يقوز توالي ودي صايك راهي في العداله، والفيفا تحمي العداله، الفيفا ماشي تحمي العداله، تجي وراء العداله. الوزير ماهوش ياكل من وذنيه. الوزير كي شافكم تاع هذيك لجنه النزاهه عرفكم شراكم ديروا، فاق شراكم ديروا. انت هدرتها منا، الناس راحت حطتها في العداله، ما جيتو نتوما باش ترسلوا صايك سي فيني. انتوما جيتو متوالي، انتوما كلش توالي، كلش تالي. حتى الرابطه والاتحاديه دخلوا كطرف مدني مع التوالي، نورمالمون هما الولا، نورمالمون الشابو، انتوما الشابو. انتوما دسيتو على الاجرام، دسيتو على الاجرام، نورمالمون انتوما عندك مكالمه طبطب، كان على بالكم بها المكالمه، شو كاع باش تقعدوا تكذبوا علينا. كلش كان على بالكم بها. ما تبقاوش تكذبوا علينا، شوف ما تبقاوش تقولوا بلي ما على بالناش وما نعرفش، راهم كاينين التصاوير، الناس راهم يطلقوا لكم التصاوير. ما تكذبوش علينا سبحان الله. كاينين التصاوير، كاين التصاوير، كاين بزاف التصاوير. كاينين التصاوير، عندنا التصاوير، عندنا كلش، ما تبقاوش تكذبوا علينا. كان تيقول لك انا ما نعرفو ما يعرفني هذا كبير وهذا كبير، يا ودي راه تكذبوا عليك. كاش هذيك تاع هو كبير وانا صغير وهذا كبير وهو كبير هذيك تاع. كان لما كانت لمتكم الخيانه هي اللي كانت لمتكم. جوش اليوم حنايا تقصرونا دان دويت. انا راني فرحان كيما هكا، 25 نادي من اصل 32 نادي محترف من القسم الاول والقسم الثاني. ماذا بيا يا سيد الوزير، انت كثر خيرك، شتك راك ترد على الشعب، راك ترد علينا، كثر خيرك والله العظيم. هذاك برناوي كان قاع ما يسمعش بينا، انت الحمد لله يا ربي راك ترد علينا، وراك تشوف، وراك تدي نقاط، تدي نقاط. خاطش علاش انايا انا راني نكتب، بصح كاين تصيب استاذ يكتب، تصيب صحفي يعرف قوانين يكتب، تصيب حكيم يكتب، تصيب بزاف صوالح. حنا اليوم انت ما غاديش ننظروا، ما تهفوناش كيما يقول لك، ما غاديش تهفونا. خاطر كاين كبار، كنا نقول لكم كاين الشعبي نورمال، كاين ميكانيسيا، كاين ماسو، كاين مهندس، كاين اطارات، كاين يتبعوكم كاع الفئات تتبع شكاين شمكاش. ما تقولش باللي لا على شوبي راه يهضر على اللعب، كاين ماشي قاري، لا كاين اللي قاري وراه يشوف، كاين طبيب مهندس، كاين اطارات كبار، كاين جامعيين راهم يشوفوا يعرفوكم، عادش نتوما تحقروا بالعين. المهم البطولة تمديد في الحج الصحي، البطولة تمديد في الحج الصحي، هذه هي فيها جمعية عيتوشا للحج الصحي، زعما كيما نقولوا حنا في الولايات. أم بواقي هي جمعية عين مليلة، تمثلها جمعية عين مليلة، غيليزان ساري غيليزان، بالسكرة اتحاد بالسكرة، شلف جمعية شلف، سيدي بالعباس اتحاد بالعباس، مدينة المدية أولمبي مدية، بليدة أمل أربعاء، برج بوريريج أهلي البرج، قسنطينة شباب قسنطينة، وهران جمعية وهران مولودية وهران، أولمبي أرزي، وسطيف وفاق سطيف مولودية العلمة، بجاية شبيبة بجاية مولودية بجاية، مسيلة نجم مقرة أمل بوسعادة، عنابة اتحاد عنابة، بشار شبيبة الثورة، الجزائر العاصمة مولودية الجزائر اتحاد الجزائر، نصر حسن داي الحراش، الباطيمة شباب الوزداد. هذه هي، نتمنى إن شاء الله بربي البطولة تروح بيضاء، مارياج بلون أيا، والوزير يخدم في غرضه آلير، ولجنة مكافحة الفساد تخدم في غرضها، والعدالة تخدم في غرضها. هذه هي صحيتو مليح زومين. الأول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنة الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني
لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في ديال زاد شي يدي 1000 قطار لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في ديال زاد شي يدي 1000 قطار 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 يدي 1000 قطار في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وام الزبوج الرشة وام الزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل والأولى وطنيا في إنتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي